حركة النهضة كيفاش تفسر النجاح الساحق اللي حققته في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي اللي هو من أصعب الاستحقاقات الانتخابية باعتباره مرتبط بفترة حاسمة في تاريخ تونس اللي باش نحطوا فيها اللبنة الأولى من البناء الديمقراطي؟ أنا نعتبر اللي المجتمع هذا وقع الهجوم عليه في القيامة متاعه، يعني بن علي قبل ما يدمر النظام الاقتصادي والنظام السياسي كذا دمر النظام القيادي، ضعف الوازع الديني، ضعف الأخلاق، الأخلاق بصفة عامة. يعني إذا مجتمع وصل ما عادش فيه الحد الأدنى من الأخلاق، والمجتمعات تعرف بحسها الفطري إنه الأخلاق هي قوام المجتمع. يعني إذا كان ما عادش ثم أخلاق ما عادش نجم قوانين، لأن القوانين مربوطة بالأخلاق. فهمني، الأخلاق هي قاعدة كل شيء، يعني الأعمال مربوطة بالقوانين والقوانين مربوطة بالأخلاق. إذا كان مجتمع دمرت فيه الأخلاق ما عادش يخدم حد شيء. فمثلا النظام الصحي، أنا عايش في النظام الصحي، تحطش 20 مستشفى في مكان، وتحطش أحسن الأطباء، وتحطش أحسن الممرضين وأحسن التكنولوجيا والسكانير والفلوس كل، إذا كان الإطار الطبي والشبه إذا كان مثلا مش أخلاق في التعامل، إذا كان الطبيب ما عندوش إنسانية والممرض ما عندوش إنسانية والمريض عنده أيضا حس يعني بمسؤوليته، رأيها كل الأدوية رأي تكلف المجتمع رأي كذا رأي كذا، النظام الصحي يفلس ويدقدق رغم كل التكنولوجيا رغم كذا. إذن كل الـ يعني كل الأنظمة الاجتماعية في التعليم في الصحة في مبنية على الأخلاق. الشيء اللي وقع في تونس هو تدمير الأخلاق، يعني ما عادش ثم أخلاق أو كل أخلاق مزيفة. معنى الشعب التونسي الكل ما كانش عنده أخلاق يعني بن علي، ما فهمتكش فسرنا. لا قلت أنه بن علي يعني دمر الأخلاق وصارت التصرفات اللا أخلاقية هي تقريبا الشيء الطاغي في الدولة الشقة آنذاك، بما أن المجتمع بحاجة إلى الأخلاق يصير فيه ردة فعل أنه لا احنا سنتمسك بالأخلاق. فهمني، تصير فيه ردة فعل أخلاقية ضد هذيك الانهيار الأخلاقي. وبما أنه في المجتمع التونسي الأخلاق هي بالأساس أخلاق دينية، فإن ذاك رجع التدين، يعني التدين بالأساس كمحاولة كرفض يعني لضرب القيم، وضرب القيم أدى إلى إضعاف كل المؤسسات الاجتماعية. بما أنه المجتمع التونسي يعني القيم بتاعه المصدر بتاع القيم هو الإسلام، فإن الناس رجعت بطبيعتها إلى الإسلام، وكل الحركات السياسية اللي يعني جاءت مرجعيتها من الإسلام بطبيعة الحال كان عندها هذا يعني كان عندها هذا السبق إن صح التعبير، وكانت عندها هذه السهولة. هكذا أنا أفسر أهمية رجوع الأحزاب ذات المرجعية الدينية، ليس في تونس في كل العالم العربي، يعني بالحاجة الأكيدة إلى أخلاق تدافع بها عن نفسها ضد كل هذا الفحش اللا أخلاقي اللي جات به الدكتاتوريات وخاصة الدكتاتورية في تونس. ما قيل عن حركة النهضة هل يخليك خلاك في مفاوضاتك معها وفي مجريات الاستعدادات للحكومة الجديدة تاخذ حذرك في كثير من النقاط أو تحط قواعد للحوار؟ كيفاش دارت المفاوضات بينك وبين النهضة؟ احنا أخواننا في النهضة نعرفهم 20 سنة، لأنه كنا مقموعين مع بعضنا، هذا أدى إلى وجود لحمة ما بينك كضحايا القمع. في المنفى أيضا تحاورنا كثيرا حول مستقبل تونس، قربت وجهات النظر ما بين الناس اللي كيف اللي كانوا في ملاقيات جايين من اليسار أو من التيار القومي أو من التيار الليبرالي، جاءوا بشوية بشوية إلى فهم أهمية قضية الهوية العربية الإسلامية. لا في نفس الإطار من الطرف الآخر الإسلاميين فهموا أيضا أن القضية مش فقط قضية أخلاق وقضية، هي أيضا قضية نظام سياسي، والنظام السياسي الأحسن اليوم هو النظام الديمقراطي. إذن وقع تقارب، لكن بقات الاختلافات، المرجعيات بقي مختلفة. إذا نحن لما جينا نتفاوض مع أخوتنا في النهضة قلونا شنو الإصلاحات اللي باش نعملوها، احنا طالبين إصلاحات، شنو نمط الدولة اللي يحبوا نبنيه جميع. مثلا نمط الدولة هو أنها الدولة المدنية. الدولة المدنية شنو هي؟ الدولة التي تحمي المرأة المحجبة والمرأة غير المحجبة، المرأة الدولة التي تحمي من يؤمن ومن لا يؤمن، الدولة اللي تحمي كل تونسي مدام يحترم القانون، الدولة اللي تقبل بالحريات، حرية الرأي، حرية التعبير، التعايش السلمي، سلطة الشعب، الشعب وحده هو اللي قرر من يحكمه، التداول السلمي على السلطة. إذن لما قبلت النهضة هذا البرنامج بتاعها خلاص، يعني ما عادش عندنا مشكلة. بعد كده باش نعملوا في داخل هذا الإطار الكبير اللي هو الدولة المدنية، الإصلاحات في ميدان التعليم، الإصلاحات في ميدان الصحة، الإصلاحات كذا، عملنا يعني نوع من العقد
وهذا العقد مشينا فيه، وعلى هالأساس يعني قررنا أنه ندخل في هذه المغامرة المشتركة اللي هي يعني الأول مرحلة من إعادة تأسيس تونس. معناه أنت مطمئن لحركة النهضة بعد تفهمتوا على الأساس؟ أنا لحد الآن نعم مطمئن. بالنسبة لي ثم وفاق. أنا ما تصورش هؤلاء الناس باش يخونونا غدوة، لا قدر الله باش يقولوا لا ابتداء ما غدوة المرأة تطلع، المرأة اللي تطلع غير محجبة باش نحطوا عليها، لا حطوا لا، ما تصورش هذا مش ممكن. وحتى لو قالوا فما الجانب المعارضة جانب الردع، ما نجموش يقولوا هذا لأنه لا نعتقد هذا. ثانيا احنا عندنا خطوط حمر، معناه ما تتهمش النهضة بازدواجية الخطاب كما تتهمها بقية الأطراف. لا أنا مشكلة النهضة مش ازدواجية الخطاب، تعددية الخطاب. النهضة هي جسم كبير ياسر، فهمني، جسم واسع، وداخل هذه النهضة ثم تناقضات، ثم خطابات متعددة نتيجة أنه ما هو جسم واحد. احنا في المؤتمر الجمهورية أقل بكثير يعني حجما وعددا، ومع هذا ثم اختلافات رؤية موجودة. يعني ترى عادي أنه اختلاف الرؤى داخل الحزب طبعًا الواحد؟ طبعا طبعا، لكن اللي يهم هو بعد النقاش ما هي الحصيلة الموقف، ما هي الرسمي للحزب. الموقف الرسمي للحزب، أنا بالنسبة لي الموقف الرسمي للحزب هو نعم مع المجتمع المدني، نعم مع حرية الرأي، حرية اللباس، أوكي خلاص يعني اتفقنا. تصريح إذا تغيروا إحنا سنغير، لكن إحنا خطوطنا الحمر وقلناها ألف مرة هي حقوق الإنسان، حقوق المرأة، حقوق الطفل، الحريات العامة والفردية، هذه لا تنازل عنها أبدا. يستحيل باش أنا في هذا المنصب أستطيع أن أتنازل عن هذه الحقوق. معناه أنت كدكتور منصف فرزوقي كرئيس للجمهورية لا تتهم حركة النهضة بازدواجية الخطاب؟ أنا قلت لك لا أتهم بازدواجية الخطاب، وإنما أقول أن هناك تعددية الخطاب نظرا لأنها غير فيها تيارات عديدة. أنا اللي يهمني هو القيادة اللي هي تمثل في آخر المطاف القيادة ماذا تقول. في الوقت الحاضر القيادة تقول نحن مع المجتمع المدني، نحن أيضا بالنسبة لنا خطوط حمر، إذا نحن سنعمل معا اليد في اليد، إذا تغيروا سنتغير، لكن أنا في الوقت الحاضر لا أتهمهم بازدواجية الخطاب. في أي إطار تضع تصريح الأمين العام للحركة حمادي الجبالي في سوسة اللي كانت محل الجدل وزادت عمقت نظرة البعض أو فئة كبيرة من أنه النهضة معناها لديها ازدواجية خطاب في مسألة الخلافة؟ والله أنا أولاً خطأ سياسي، يعني نتصور أنه ربما كلمة أخرجت من سياقها، أو أنا لا أعطيها أيضاً الخطورة والأهمية. على كل حال مرة أخرى أنا أقول لك حاجة، أنت وقت اللي تعمل كونتراتو مع شخص مثلاً باش تعمل معه كريه ولا باش تعمل معه مؤسسة، باش تبني مؤسسة تجارية، إيش يهمك في الكونتراتو؟ يهمك هو أنه ماذا سنتفق عليه أكا ولا؟ احنا سنتفق مثل ما قلت لك على الدولة المدنية، على الإصلاحات سنتفق على الدولة المدنية. الدولة المدنية هي سيادة الشعب، هي القوانين، هي الحريات، هذا ما تتفق عليه. انه انت عندك ربما حلم انك تحلم بالخلافة، مسألتك في اخر المطاف. انا ايضا احكم بالحكومة العالمية، الحكومة العالمية نتصور بعد 50 سنة هو أنه المجلس الأمن يكون هو نوع من الحكومة العالمية، لكن مجلس الأمن منتخب ديمقراطيا، فمن يسمى محكمة دستورية عالمية، وثم جيش عالمي. وقت اللي بلاد مثلا يحكمها ديكتاتور، الجيش العالمي يمشي ويحرر هذا الشعب المسكين من الديكتاتورية إلى آخره. إذن كل واحد عنده الأحلام نتاعه، فهمني، لكن المشكلة مش أحلامي وأحلامك، هذيك مسألة تهمك وتهمني. أنا الكونتراتو اللي عامله معاك اليوم شنو؟ أنا عامل معاك كونتراتو على الدولة المدنية، خلاص هذاك اش بتخدموا عليه، أما الباقي كل هذاك ما يهمنيش، ما ندخلش أنا في خلفياتك العقائدية وفي أحلامك وفي تصوراتك للمستقبل البعيد. إذا كان أنت تحلم بالخلافة المستقبل البعيد بعد 100 سنة، حق من حقوقك أنا نحلم بالدولة العالمية بعد 100 سنة. توا في تونس الوقت الحاضر علاش مش متفاهمين؟ متفاهمين ولا مش متفاهمين؟ أنا أقول متفاهمين، ومتفاهمين على إطار معين نخدموا فيه، والباقي مسألة وقت. دكتور مرزوقي، هذا بالنسبة للأحزاب الكبرى، الحزب اللي أو ربما الأرقام اللي كانت مفاجأة بالنسبة للشعب التونسي في جزء منه وبالنسبة ليكم كأحزاب، هي اللي تحصلت عليها العريضة الشعبية لصاحبها أو ما يقال أنه رئيسها اللي هو رئيس التيار اللي هو الهاشمي الحامدي. أحسسنا من الأحزاب اللي قاعدة تتفاوض في الفترة الأخيرة قبل توليكم للمناصب أنه فما رفض للتعامل مع الهاشمي الحامدي ومع تياره. أفضل بين 3 أشياء. هاشمي الحامدي شخص أنا لا يعني لا أريد التعامل معه. علاش؟ لأنه يعني كان من العناصر التي أيدت بن علي، ولا أريد أن أتحدث في الأشخاص. حطوا على جهة. الأخوة والأخوات اللي يعني أعطاهم الشعب مسؤولية، أنا بالنسبة لي هم
ممثلين من الشعب التونسي، والأصوات اللي مشات لهم هي أصوات مواطنين تونسيين، غلطوا ولا ما غلطوش، إيه ولا نحب، أما بالنسبة لي هم ممثلين من ممثلي الشعب التونسي، وعلى هالأساس لازم نتعامل معهم ونعترف بهم ونشوف شنو إمكانية التواصل معهم بدون إدانتهم، بدون شيطنتهم، بدون جعلهم يعني خارج السر لأخره. لكن واضح اللي أنا بالنسبة لي لا أريد أن أتعامل مع سي الحامدي، هذا قرار حازم ونهائي بالنسبة لي، أنا حاسم في 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 هذا الشخص. وفي نفس الوقت أنا أقول لك العريضة الشعبية هالناس هذا مواطنين ممثلين للشعب، ممثلين للتيار، يجب أن نفهم ما الذي أتى بهم إلى هذا يعني إلى هذا الظرف، عما يعبرون، ونتعامل معهم على هذا على هذا الأساس. أنا بعض الشخصيات حتى اللي اعتبرت نادرة كما القصاص كما غيره اللي وصلوا للواحد سيتعامل معهم الدكتور مرزوقي كرئيس للجمهورية وك. شوف أنا في بالنسبة لي رئيس الجمهورية هو يعني باستثناء بعض الأشخاص اللي هم أجرموا أو قتلوا أو تعاملوا أو كذا، يعني يجب أن يكون مفتوح الباب، مفتوح القلب، مفتوح الصدر لكل الطيف الاجتماعي والسياسي في تونس، لأنه تحب ولا تكره تونس ما فيهاش كان المؤتمر من الجمهورية، ما فيهاش كان النهضة، ما فيهاش النساء المحجبات فقط، ما يعني طيف واسع سياسي اجتماعي، وهالوطن يجب أن يتسع لكل هذه التعددية. وشكون ينجم يلعب دور متاع يعني التقريب بين هذه التعدديات وكذا ويلمها وكذا إن لم يكن رئيس الجمهورية؟ هذا دور رئيس الجمهورية، أنه يكون يعبر عن هذا التنوع وفي نفس الوقت عن الوحدة الوطنية. موقفك من الحزب الديمقراطي التقدمي ومن رئيس أحمد نجيب الشابي طلعتنا به في عديد المناسبات وصرحت به علنا على أنه الحزب هذا يستعمل منهجية خاطئة ومنها استعماله للمال السياسي. بعد وصولك إلى منصب رئاسة الجمهورية وبهل ما تملكه من صلاحيات جديدة، هل سيكون التعامل مختلف على أساس أنه حزب معارض ويجب أن تتعامل معه وأتغير ربما حتى تصريحاتك في شأنه، أم الموقف سيظل نفسه؟ الشعب التونسي حسم في 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 خياراته. انا اعتبر انه الان كل الاحزاب يجب ان تعيد تقييم سياساتها، استراتيجياتها، ان تتعلم من اخطائها، ان تحاول بإعادة البناء من جديد، والحياه مفتوحه، يعني ما يعني دائما وابدا المستقبل مفتوح لكل يعني لكل التحسينات، لكل التوافقات. هذه إجابة عامة التلاقي. دكتور مرزوقي لا تتماشى مع شخصيتك. لا ماهيش إجابة عامة، لا أنا لا أريد التشخيص ولا أريد أن أدخل في أنت. لا لأنه عندك موقف شفناه واضح وصريح من الطريقة اللي تعاطى بها الحزب الديمقراطي التقدمي مع انتخابات الرئاسة. الحزب الديمقراطي التقدمي أنا أعتبر رئيسه هو بتعليمات من رئيسه قبل المؤتمر بتعليمات من الحزب رئيسه. الحزب الديمقراطي التقدمي حسب رأيي كانت خياراته خاطئة ونال العقاب، لأنه كان عقاب، يعني 16 كرسي عقاب. نعم عقاب، لأنه نظرا للإمكانيات ومكانته وتاريخه عقاب. نتمنى أنه هذا الحزب يراجع سياسته وربما يعترف بأخطائه، مش كون يعرف بلكش حتى يقدم نوع من النقد الذاتي، ما لا أدري، وأنه ينطلق من جديد، لأنه تونس مرة أخرى بحاجة إلى كل أبنائها وبناتها، بحاجة إلى كل طاقاتها، بحاجة إلى كل أحزابها. وأنا لست من النوع اللي باش يدخل في الإقصاء وفي التهميش، باستثناء كما قلت لك بعض الحالات اللي أنا نعتبرها غير مقبولة لأنه وقعت فيها تجاوزات كبيرة. تحكي على الداخلية والعدل؟ نحكي على لأنه إصرار المؤتمر واضح على وزارتي الداخلية والعدل، إعادة تطيب الوزارتين والإشراف عليهم. احنا بالنسبة لنا الخراب اللي يعني مس البلاد مس كل المستويات، مش فقط وزارة الداخلية وزارة العدل، موجود في كل مكان، في وزارة الصحة، في وزارة التعليم، في كل مكان. الآن يزمنا نعود ومثل ما قلت لك نبنيه على قاعدة صحيحة، يزمنا نتعلم من كل هالأخطاء، يزمنا ساعة نفهموها الأخطاء منين جات، كيفاش جات، وكيفاش وصلنا لهالحالة من الفساد من الإفساد، ومن بعد ابتداء من هذه المراجعات اللي تنجم تكون مراجعات مؤلمة يعني نعود نبنيه مرة أخرى. أنا بالنسبة لي الهاجس الكبير هو أنه بلادنا وبناتنا ما يعرفوش الهم اللي عشنا فيه، ما عادش يعرفوا يشدوا كما شديت انا القفه تحت الشمس في القروان، فهمني مره قريب نطيح بالدوخه، فهمني باش يشد، وقدامك النساء المسكينات، وفهمني وكالاهانات وكقصص التعذيب وكقصص الفساد وكذا. نحب شبابنا واطفالنا يعيشوا في جو غير الجو اللي عشنا فيه، هذا هو الهاجس بتاعنا، انه ما يعرفوش هك الهم الخرم اللي عشناه، هك تضييع الوقت وتضييع المجهودات وكالالام العبثيه، هذا كل ما يتعودش.
باش يحسوا بفرحة الحياة وباش ينجموا يبنيوا حياتهم بطمأنينة أكثر، باش الناس كلها تلقى خدمة، الناس كلها تعرس، الناس كلها تجيب أولادها وتعيش في 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 رخاء وفي سعادة، على الأقل يعيشوا العيشة الطبيعية. ما يستحق تونس، ما تستحقه تونس. هذا هو الهاجس، ولتحقيق هذا الهاجس نحن على الاستعداد للتجاوز، للصفح، للغفران، لكن لازمنا نتعلموا ونبنيوا من جديد على